حقائق لا تعرفها عن كليوباترا. قيل عن كليوباترا أنها ذات جمال ساحر، وأنها صاحبة عزم وشكيمة، وأنها تتمتع بسرعة بديهة وبذكاء حاد. فهل كل ما قيل كان صحيحاً؟ أم أن به بعض المبالغات؟ بالتأكيد كليوباترا ليست امرأة عادية، فهي تمكنت من إيقاع عظيم الرومي يوليوس قيصر في حبائلها، وبعد اغتياله تمكنت من إقناع قائد روماني عظيم وهو مارك أنتوني بالزواج منها. إليكم مجموعة من الحقائق المثيرة التي قد تعرفها لأول مرة عن كليوباترا. عينت كليوباترا كنائب لوالدها بطليموس الثاني عشر وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ثم أصبحت ملكة لمصر وهي في الثامنة عشرة من عمرها بالمشاركة مع أخيها بطليموس الثالث عشر. بعد العثور على قطعة نقدية من الفضة منقوش عليها وجه كليوباترا، بدأ الكثير من الخبراء يشككون في الروايات التي تتحدث عن الجمال الأسطوري لكليوباترا. فبدراسة الوجه المنقوش على قطعة الفضة يتبين أن صاحبة الوجه ذات أنف طويل وذقن مدبب وشفتين رفيعتين، لذا يعتقد أنها لم تكن جميلة بالمرة بل كانت قبيحة الشكل، لكن سحرها كله كان يكمن في صوتها وكلامها المعسول وإجادتها للغات متعددة وشخصيتها القوية والجذابة وثقافتها ومعرفتها الواسعة. كليوباترا لم تكن من أصول مصرية بل كانت ذات أصول يونانية ورومانية، واسمها هو اسم يوناني، وترجع أصولها إلى السلالة المقدونية اليونانية التي بدأت مع بطليموس الأول والتي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر. وقد أحب المصريون كليوباترا نتيجة للأمان والرخاء الذي حققته في عهدها، ومن المؤسف حقا أن تكون كليوباترا هي آخر ملوك الفراعنة. لقبها الكامل كليوباترا السابعة، فهناك ست نساء سبقنها وحملن نفس الاسم كليوباترا، وإن كان خبراء المصريات يعدونها أشهرهن على الإطلاق على الرغم من كونها آخر فرعون حكم مصر. مكياج العين الذي استخدمته كليوباترا لم يكن استعماله فقط لأغراض تجميلية، بل كانت له منافع طبية، حيث كان يدخل في تركيبه أملاح اليود التي تساهم في حماية العين من الإصابة بعدد من الأمراض. قاتلت كليوباترا خلال حياتها التي امتدت لأقل من أربعة عقود العديد من أفراد أسرتها، ويبدو الأمر وحشياً عند العلم أنها فعلت ذلك حفاظاً على سلامتها وعرشها. وتظهر العديد من الأفلام الوثائقية كليوباترا أن لها قلباً قاتلاً وبارداً، ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع يتفق العديد من المؤرخين أن كليوباترا لجأت فقط إلى القتل عندما ثبت أنه ضروري للغاية وأن أسرتها كانوا سيقتلونها إن لم تفعل هي ذلك أولاً. وقد قامت كليوباترا بإقناع زوجها مارك أنتوني بإصدار الأمر بقتل أختها أرسينوي، وبعد أن أنجبت ابنها قيصرون من يوليوس قيصر قامت بتسميم أخيها بطليموس الرابع عشر، فلا مكان للمشاعر في السياسة. يقال أن كليوباترا كانت تستحم في حوض من الحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها. رغم أن معظم حكام السلالة البطلمية ظلوا إلى حد كبير يحتفظون بالأفكار واللغة والثقافة اليونانية، ولكن كانت كليوباترا مختلفة، فبذلت جهوداً كبيرة في شبابها لدراسة وفهم الثقافة المصرية، فربما كانت تعلم أنها في يوم من الأيام ستصبح ملكة لمصر، فتعلمت اللغة المصرية لتصبح الوحيدة في أسرتها التي تقوم بذلك. أفادت المراجع العربية التي ترجع إلى حقبة ما بعد فتح مصر إلى أن كليوباترا كانت بارعة في الفلسفة والكيمياء والرياضيات. يوم 23 يونيو عام 47 قبل الميلاد كان أهم الأيام في حياة الملكة كليوباترا السابعة، وذلك عند ميلاد طفلها من يوليوس قيصر والتي أطلقت عليه بطليموس الخامس عشر قيصرون، الوريث الشرعي لعرش مصر وربما عرش روما في المستقبل. لو كان يوليوس قيصر أعلن رسميا زواجه من كليوباترا، ولكنه لم يفعل. كليوباترا لم تمت بسبب لدغة ثعبان كما هو شائع، فقد قتلت نفسها باستخدام خليط من الأفيون والشكران وخانق الذئب، وهو مزيج قاتل غير مؤلم وسريع المفعول، وذلك في عمر يناهز 39 عاما فقط. كليوباترا لم تمت بسبب حسرتها على أنطونيوس،
فرغم أن الجميع يحب الطابع الرومانسي في قصة كليوباترا وأنطونيوس وأنها بالفعل حزنت بشدة عند موته، ولكن يعتقد المؤرخون أن هناك دوافع أخرى أدت إلى موتها، فهي ليست شخصية بهذا الضعف. ومن المرجح أن سقوط مصر في يد الرومان هو السبب الحقيقي وراء انتحارها، وقد تنبأت كليوباترا أنه سيتم تقديمها كغنيمة انتصار للرومان، وذلك سيكون نوعا من الذل لها كملكة مصر، كما أنها تحولت من حالة التفاخر والثراء إلى حالة الإفلاس التي لا يمكن أن تتحمل العيش فيها. فلم يكن انتحارها نتيجة لدوافع رومانسية خيالية، بل لدوافع أكثر واقعية. مرة أخرى تغلب المشاعر الرومانسية في قصة أن كليوباترا دفنت مع حبيبها ماركوس أنطونيوس، وهناك انقسام بين الخبراء في هذا الموضوع. فهناك رأي يعتقد أن كليوباترا بنت لنفسها مقبرة في الإسكندرية، ويعتقد الرأي الآخر أن الحبيبان قد دفنا سويا في أحد المعابد. وفي الواقع لن يتم إثبات صحة أو خطأ هذه الخرافة إلا عندما يتم العثور على مقبرة كليوباترا الموجودة الآن في أعماق المياه بجانب أنقاض ما تبقى من مدينة الإسكندرية القديمة. انتقد المؤرخون كليوباترا ووصفوها بالملكة التافهة التي تنفق الكثير على جمالها وشعرها، وبالفعل كانت كليوباترا تهتم كثيرا بجمالها وشعرها، وكانت ترتدي ملابس ثمينة، وأخذت في الواقع 50% من دخل النتاج المحلي الإجمالي لمصر لحسابها. ولكنها أيضا حكمت مصر بطريقة جيدة للغاية، بجانب أنها كانت شخصية جادة وذكية بحسب الوثائق التاريخية، فقد قامت بتنفيذ خطط كبرى للصالح العام خلال زمن قصير. أعطت كليوباترا النساء في مملكتها حقوقا على عكس العديد من الممالك الكبرى الأخرى في ذلك الوقت، كما قامت بجمع الضرائب وإعادة توزيعها بطريقة مدروسة، إضافة إلى ترويج التجار والتعليم. يصور الكثير من الناس خصوصا المتعاطفين مع التاريخ الروماني أن كليوباترا كانت عاهرة وتقيم علاقات مع رجال كثيرين، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فكليوباترا أقامت علاقتين فقط مع رجلين، وهما يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس، وكانت تلك العلاقات هدفها استراتيجي وليست من أجل العاطفة والشهوة. ولكن من الممكن أن يكون قد اختلف الأمر مع ماركوس أنطونيوس بعد ذلك وتطور إلى عاطفة حقيقية. تعتبر كليوباترا من أكثر الشخصيات التاريخية جاذبية للمخرجين والممثلين سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح. ومن أبرز الوجوه السينمائية التي لعبت دور كليوباترا في السينما الممثلة البريطانية فيفيان لي والممثلة روندا فليمينغ، وقدمتها أيضا صوفيا لورين، وفي عام 1963 إليزابيث تايلور في الفيلم الشهير كليوباترا الذي يعتبر من أضخم الإنتاجات وأكثرها تكلفة في تاريخ هوليوود. وعام 2002 لعبت الممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي دور كليوباترا في فيلم كوميدي فرنسي بعنوان أستريكس وأوبليكس يقابلان كليوباترا.